أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا رجل عندي مهمة في منطقة، وطبيعة العمل تقوم بتصوير بعض المناطق في الطائرة، والعمل لمدة شهر يبدأ في الساعة في العاشرة صباحا. يقول أحسن الله إليكم: أنا رجل عندي مهمة في إحدى المناطق، وطبيعة العمل تقوم بتصوير بعض المناطق في الطائرة، والعمل لمدة شهر يبدأ من الساعة العاشرة صباحا لمدة 4 ساعات. السؤال: هل أصلي الظهر في الطائرة أم أصليها مع العصر عند انتهاء العمل جمعا وقصرا، وما توجيهكم لنا؟ نعم، إذا كنت تنزل في وقت الثانية، في وقت الصلاة الثانية، فإنك تؤخر الأولى وتصليها مع الثانية جمع تأخير. إذا دخل عليك وقت الأولى وأنت في الطيران، والطيران ينتهي في وقت الصلاة الثانية كصلاة العصر وصلاة العشاء، فإنك تؤخر الأولى وهي الظهر والمغرب، تصليها مع الثانية جمع تأخير إذا نزلت. أما إذا دخل عليك وقت الأولى قبل أن تصعد في الطائرة، فإنك تجمع جمع تقديم، تصلي الصلاة التي دخل وقتها وهي الصلاة الأولى، ثم تقدم الصلاة التي بعدها وتصليهما جمع تقديم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، أنه كان إذا دخل وقت الأولى قبل أن يرحل صلى الظهر وقدم العصر وصلى جمعا ثم ركب، وإذا دخل عليه وقت الظهر أو وقت المغرب وهو يسير أخر الأولى وصلاها مع الثانية إذا نزل في وقت الثانية.